السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة، شير صفحة لا بلاغات دون شير، الشير لسه بسيط، أي واحد يدينا شير تاني يا جماعة، لأنه البلاغات كمية كبيرة. القحاطة شافوه شغالين ما عندهم حاجة، يعني قحاط يطلع يقنعك بشنو؟ يقنعك بشنو؟ يقول لك تعال بديك مريسة، تعال عندي لك مزة، ما عندهم حاجة، عندي لك شقة مفروشة فيها هنا، ما عنده شيء. عشان كده ادينا شير. خلينا نمشي لقدام. أول حاجة أديك تفاصيل قبل ما نمشي للبرهان والدندر والكلام ده، أنا أديك تفاصيل الهجوم على الميرة. أول حاجة الميرم دي منطقة حدودية أو مدينة حدودية مع جنوب السودان، مهمة جدا، موقع استراتيجي، قسما بالله العلي العظيم، وقسما بالله العلي العظيم. بس أنا فاتح صفحته، أزول هناك القاعد في في في, في الغيانة، هذه صفحته وبقرأ منها الكلام المرسله لي، ورسل لي الرابط بتاع الهجوم ذاته قبل ما يبدا بتاع الجنجويد لما بدوا وهم ماشيين عليهم كميتهم كيف. والغايد بتاع الجنجويد اول حاجه برشم الفطيصه، برشم معاه التاج التجاني ومعاه حسين جقود، برشم التاج التجاني حسين جقود، الثلاثه عباره عن فطايس، عباره عن فلنقايات، ثلاثة فلنقايات قالوا ماشيين الحامية تحت الميرة، جابوا جيشهم، رموا عطالتهم، لموا حرميتهم، جابوا مرتزقتهم من اثيوبيا، لقطوا هذا الحرام وقالوا نمشي. انت قايل الفولة ديك دخلتها يا برشم لانه ما فيها جيش، والفولة دخلتها بالغدر والخيانة، لكن ما انت الراجل اللي بيمشي لعسكري بتاع جيش يا واطي يا فطيصة يا فلنقاي، ما انت الراجل اللي بيمشي للجيش. قام جاري عديل حسين برشم، جرى عديل، قام جاري. الناس وصلوا هناك الساعة 4 صباحا، برشم التاج التجاني وحسين جاقود، ده الهجوم. وصلوا هناك الساعة 4 صباحا، هون هناك في الميرم الاشتباك بدأ، الدنيا زائلة حقتهم بين 65 و70، ده حسب هناك القياده، هناك الفدائيين الموجودين والضباط اللي هناك، الناس اللي ماتوا من الناس دي الدنيا زايله منهم ضمان عندهم حقينهم قاعدين معاهم بين 60 و65 فطيصه، وجرحاهم عدد 5 عربات مليانه جرحى، عدد 5 عربات مليانة جرحى. الهجوم ما كان سهل، كان هجوم كبير. الحامية هناك جغمت من الناس ديل بين 65 و70، ديل دنيا زايلة وقتي، الجرحى بتاعينهم الرفعون 5 تاشيرات، 5 عربات، 2 مشوا المجلد، عربيتين من الجرحى ودون المجلد، وثلاثة ودون الضعين، دي القصة ودي الرواية بتاعت الميرم، من المنتج للمستهلك طوالي،
برشم التاج التيجاني وحسين جبود قاموا جارين صيج وخلوا ديلك خلوا جايبينه للمرتزقة انجغم بين 65-70 عدد الجرحى 5 عربات 2 مشوا المجلد و3 مشوا الضعين دقوهم دق العيش جغمون جغم ما طبيعي ناس برشم ما بيمشوا مكان فيه رجال يا برشم ما بتمسك دقوك في باب نوسة لما الله غفر لك وفي الميرن دي حيدقوك لحد ما الله يغفر لك وعجلك يكون في الميرن لكن انت ما بتقيف انت بتقوم جاري التحية للفدائيين والضباط والقيادة تحت الميرم وقسما بالله العظيم احنا لم نعرفهم منهم ولا بس الا المتواصلين معنا ضباط من هناك وجنود بنعرفهم يعني لكن شوف سبحان الله ناس ولا في ناس احتمال الليل اول يوم يعرفوا حامي هنا لكن الناس دي بتدافع بتكاتل عشان الوطن الناس دي بتكاتل عشان الوطن الناس دي بتكاتل عشان الوطن انتصار كبير جدا انتصار الميرم ده انتصار الميرم انتصار كبير جدا 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 يعني ما الميرم دي هم ما مشوا ساي دي منطقة حدودية لو تمسكت المنطقة الحدودية دي بتكون زي الجنينة زي الجنينة منطقة بتاع التشوين وإمداد يعني ما ساي الميرم دي تقعي لمنطقة لا منطقة حدودية منطقة استراتيجية موقع استراتيجي مهمة جدا الليلة قيادتنا هناك ما شاء الله تبارك الله دقوا الناس دي دق شديد جدا وانتصرنا هناك في الميرم برشم جقود التاج التيجاني كلهم صيجوا لم ينجح احد 2 عربات المجلد و3 الضعين اولاد الضعين ودون الضعين اولاد هنا اولاد ناس برشم ودون المجلد ما بدخلون الضعين دلك بوسخ الضعين ودون المجلد اي ما دين ناس هنا يدل ما عندهم العنصريه ما بعلقوا في مستيفاهم بودون المستيفى حقتهم وديلك بودوا اولادهم المصارين البيوت بودوها الضعين عالجوها هناك اي وديل بودون هناك محلات الهناية اي لناس ما بخلونا نخش الضعين دي بالنسبة للمستيفى بالنسبة للحاجة الثانية كركوج الجيش هناك في كركوج كركوج قطع البحر من سنجا موقع استراتيجي مهمة الجيش بهناك في جيوب في حاجات في كل نظافة نظفها تمام التمام من الصباح شغال في الدندر بل تقيل شوارع الدندر طريق الدندر برا كل الطرق نظافة شرقية فوق قسما بالله العظيم شهود عيان وقسما بالله العظيم الغايد سايق 20-23 خلاها وقام جاري خلاها عديل وقام جاري وقال لك الدق بتاع الرصاص بتاع الجيش ما بيجي في العربات ولا بيجي لا والله بس في الناس ديل ما اتصاب عندهم الا لوري وفي الباب حقه لوري بس اتصاب لكن والله جغب وجنجويد ديل والشفشافه ديل جغب في الدندر جغب مبالغه الدندر خاليه من التمرد ولا فيها تمرد فيها كانوا شفشافه وبالاشاعات بتاعت القحاطه ارهبوا الناس خلوا الناس تطلع من بيوتها يعني الناس لو كانت قعدت في بيوتها ما كان حصل لهم ما حصل ما كان حصل لهم ما حصل الليلة الغايد العام طلع الفيديو وإحنا ذاته والله أنا مستغرب أقسم بالله أنا مستغرب زيكم أنا مستغرب زيكم كيف يمشي الدندر ده معناته البلد هناك بقى تمام معناته البلد إذا أمنت خلاص معناته وصلنا مرحلة بعيدة والله ما قايلين المزالة اللي كده الغايد العام الليلة في الدندر ولافي وبتاتشر والله دي مشكلة كبيرة والله أنا خايف الليلة قحاط يموت قسما بالله العظيم الليلة قحاط تقول بتجوز صدق قلبي الليلة القحاط بتجوز لأنه الحملة الفاتت دي كلها والشغل الفات ده كله عشان انت تشيل القيادة دي
اسمع كلامي، انا من الناس المختلف مع برهان، اسمع الناس اللي بيتابعوني من زمان وسامعيني وعارفيني. مختلف مع برهان ده مختلف معه. وانتقدته كثير، لكن الان ما كل مره بتنتقد، في وقت ما بيجوز لك تدق الحديد، الحديد ده ما بيدقه الا هو سخن. لو دقيته ما سخن ما بتعمل في حاجه، بتكسر الحاجه الشايله. بتضر انت. ده ما وقت دق، الان الحاجه الشايته دايرين انك انت تضغط وهو يضغط بهناك، انت تضغط بهنا فيه وهو يضغط بهناك. عشان يضعفوه يخلوه يمضى يوقع الحاجة اللي هم دايرينها، عشان يخلوه يمشي التفاوض، عشان يخلوك تكرهه زي الحملة شايفينها. أنا أي زول شفت الآن بيكتب كده أي كلمة عنه بغض النظر بشوتك برا، لأن أنا شرحت لك 800 مرة ده ما وقته. الآن في ناس قاعدين وفي حملة وطلع قال لك الكلام بالواضح، واحد اثنين أنا ما بمشي وبعمل لك الحاجة الدايرة، وانا الحاجه اللي انت دايره بعملها ليك. تسقط مدينه، تسقط هنا، بنخسر وما يعني يقول لك ما بنخسر، لازم ربنا رايد لنا نخسر. هنقول لي ربنا اللي رايد لنا نخسر يا اخي؟ في ناس بيزعلوا يا اخي، ربنا داير احتمال ثاني نخسر. انت عادي الحمد لله، انت خسرت مدينه لكن ما خسرت جيش، انت خسرت مدينه لكن ما خسرت وطن. المدينة بتتعوض لكن الوطن والجيش ما بيتعوض. الناس ديل دايرين يخسروك جيش بشنو؟ بأسع الكلام الخط السايقين، وده ديل ما ناسنا اللي بنعرفهم ولا الناس اللي كانوا بتابعونا من الأول. أنا بعرفهم واحد واحد. تعليق، أي تعليق بعرفه ده بعرفه، لأني قاعد أشوف الله يفدي بعيد، أنا براي أشوف الناس. الآن في خط سايقك لأنك بس تهاجم، تشكل رأي عام ضد القيادة بالذات عشان يخلوا القيادة خايفة من الشعب، يقول لها هذا الشعب بيخون فيك وكذا وكذا، وأحسن لك إحنا بنقول لك حاضن وبردا وسلاما. قدر ما أنت الآن بتدي مجال بهناك، أنت بتلز هنا هو بيمتص بهناك، بيدخل لك ناس معاك منه ونهون ذاتهم من القحاطه معاك، يا البرهان وبايعه، ويطلعوا لك الفيديوهات تطلع قال لك البرهان في نفس التوقيت المشى في سنار وباع. ده كلام الا بتاع زول سكران يصدق، زول سكران فل وبمريسه ما له اي معنى يجي يقول الكلام الفاضي ده، ده كلام فاضي. لو حتى بايع مستحيل يعمل ظاهره كده، يعني مستحيل مستحيل. ده الطابور الجوا، الناس الجوا اللي بيرسلوا المعلومه اللي بتكتكوا، لما البرهان يكون في الحته هنا اللي بتكتكوا، وديل اللي قلنا لك ديل اللي بيعملوا المنظر وبيعملوا اللقطه وتابعين للقحاطه، بيسوقوها بفهم القحاطه عشان يطلعوا لك التسجيل الصوتي ده ويشككوك في البرهان عشان انت تضغط. في النهايه انا اديك حاجه واقسم لك بيها وجيب المصحف، قسما بالله العلي العظيم، مش البرهان السيد ده وسايقين فوق خطه ديل ونقول احنا خليه يمشي مع القحافه. بكره لو ما طلعوا لك من انبياء الله الصالحين وطلعوك انت كوس، الله ينعني. انت ما بتعرف الناس دي، ناس دي معاك الان في نفس الخط اللي انت ومفكنه لك. عشان كده الان ده ما وقت ايد، الان احنا في محتاجين لبعض، محتاجين نقيف حول جيشنا وحول قيادتنا، نقول الصح نقول الغلط نقول لهم كده، لكن ما ندي القحاط فرصة يخش. في مفاوضات، في رمم قاعدين في الغائرة، في ناس بتجتمع، في ناس بيتكلموا، وكله دارين شنو؟ يفصلوك من حاضنتك ويفصلوا الجيش من شعبه. انت تبقى واعي امورك بتظبط. الليلة الغاية في الدندير انا ما صدقتها، انا للآن مش نزلت الفيديو والخبر وصلني من هنا، انا لسه ما مصدق. ها اقول لك شنو؟ لانه دي حاجه، دي جراءه ما بعد جراءه، دي طمانينه. مفروض اي زول الان من الدندر طلع الان يركب يرجع طوالي طوالي ترجع، ولا كلمه ترجع طوالي، معناتها في تقدم. رب ضاره نافعه، سنجه كانت لون وبال، سينجا كانت ليون غاصمة الزهر،
سنجة طلعتهم من الجنة وسقطها، سنجة عزلتهم من الكرة الأرضية. عشان كده أنت الآن دعمك لجيشك بوعيك بفهمك اختلفنا معاه ورضينا، بنطالبه بنناشده بنقول ليه، لكن ما بندي المجال أنه القلع الناس بهناك يسوقوا، لأنه أمس هو بخاطب القحاطة بك أنت، قال لهم أنا الشعب كله معي، أنتوا معاكم حبة. الجملة دي ما وقعت معاك؟ ما أثرت معاك الجملة دي؟ أثرت معاك ولا ما فهمتها؟ لما قال لهم الشعب ده كله معي، أنتوا معاكم حبة، مستقوي بك أنت، متقوي بك أنت، بتحداهم بك أنت، انتوا معاكم حبة، انا معايا الشعب كله. شكرا يا شعب على صبرك، بارك الله فيك، ما قصرت. احنا ما دارين زول يشكرنا، ده واجبنا نصبر، لكن بنطلب نقول له دايرين وبنجيب اي، لكن ما بنخلي قحاطي يخش بيناتنا يمرر الاجنده حقتهم، ما بنخلي قحاطي يدخل بيناتنا يطلع السيم حقه. تسقط مدينة، تسقط ولاية، تسقط السودان كله، في النهاية جيشك ثابت بترجع. سقط جيشك مدينة ما بترجعها. هون دارين سقطوا جيشك. ودي الحقيقة. دارين الجيش ينهان ويتزلى وينكسر ويمشي وقع. دارين الجيش يقول لهم حاضر أنا بجي. أفضل تسقط لك مدينة ولا الجيش يمشي وقع. دي الحقيقة. الآن المرحلة تحت الوعي اللي بنتكلم عنها، قلنا الشعبي ما عبر أكل وشراب ولا عبر وعي. وين الوعي؟ الوعي أنت لو ما عارف بتين تهاجم وبتين كل حاجة بوقتها، لكل مقام مقال. ما أي مرة أنت بتكون شاهد فيها في حتة بتلقى زول بيستغل الشوطة حقتك دي في شوطة ليه وهو مميتة. القحاط أخبث من مشى على الأرض، وأوسخ من مشى على الأرض، وأنجس من مشى على الأرض. ما تدي فرصة أنك تكون يوم من الأيام أدفية قحاطي، ما تدي نفسك فرصة تكون أداء في يد قحاطي يدمر بها الجيش. الجيش معنويات، الجيش أنت، وانت ثبتت الجيش على انه يثبت، وانت ثبتت الجيش على انه ينتصر، وانت اللي وقفت مع الجيش. لولاك الجيش ده كان انهار زمان. عشان كده ما تدي القحاط داير يذلك انت ويهينك انت ويكسرك، عشان انت تقعد تهاجم وتخلي هناك الغايد يكون نفسه هو ذاته ما قادر يسيطر. لكن لما نلقاك ملتف حوالينه واقف معاه في المرحله الحرجه دي، هو ذاته بيتماسك. بيتماسك، قال لي كمس، قال لي أوني. والجملة دي حقتنا، وبقول لك أنا طوالي، نحن والناس دي ما بنقعد في دولة واحدة، ده ما كلامنا، كلامنا نحن والناس دي دولة واحدة ما بتشيلنا، نحن والباعونة والخانونة والعملة والغذروبينة دولة واحدة ما بتشيلنا، يا نحن ياهو. ودي الحقيقة اللي زول يعرفها. السودان قبل 15 ابريل 2023 ما عاد السودان بعد ابريل 2023، نقطة سطر جديد وشولة كمان، قصة منتهية هنا. سودان غير، الناس دين والساعدون والدعمون والوقف معاون والطبلون ما بيكونوا معانا في دولة واحدة منو ما كان. ودي الحقيقة. السودان يسعى شرفة وليس الكل. زمانك بنقول السودان يسعى الجميع، شلناه برا، خدينا يسعى الشرفة وتعريف الشريف ذاته عنده تعريف، ما خلينا فاضية لا بيعرفنا. كل من غال جيش واحد شعب فهو الشريف، خلاص. أمس قال لك النقطة دي وقال لك حقه كده، وأنا مع الشعب وما خلاص احنا معاهم، بنطالبه اضرب لنا الكوبري بتاع جبل اولياء، دمر لنا القوى المميت، احنا دارين اشتغل في كل الاتجاه، بنطالب. لكن ما بمشي معه في حته بتاع قحاطي، يمش ويمش، ده ما وقته. كان زمانك لما قلت لك يمش الوقت ده يمش،
ليه؟ لأنه ما في حاجات، البلد كانت ممكن، لكن الآن إحنا في لفة خطرة وأخطر لفة. الناس ذلك انتهوا ما وروا حاجة، كملوا ناس ذلك من القيادة العامة طلعوا في السوقي، ناس ذلك من المدرعات ديقوا في وادي شير، الناس ذلك من اللي شاربوا من حلمهم أنه يسيطروا على البلد ويمسكوا البرعان، بيقوا يسيطروا على البلد ويمسكوا لهم حمار حمارتين في الشارع. احنا انتصرنا للناس اللي بتفهم انتصار يعني شنو. كونك للآن بتتنفس وعندك جيش وعندك قوات وكلها مترابطة وعندك قائد عام بدي تعليمات لكل الجيش في كل المناطق وتنفس، انت الآن منتصر. طالما عندك مؤسسة انت منتصر. حاولوا يعملوا يضغطوا في الجيش يتمرد يسوي، الجيش نهائي ما عمل. عشان كده الليلة زيارة القائد العام للدندر دي ليها ما بعدها، ليها ما بعدها. أنا عندي الفيديو نزلته وعندي المعلومة وصلت، لكن أنا ذاتي في نفسي زيك مواطن زيك والله ما مصدق، أنا ذاتي مندهش، أنا ذاتي مندهش، أنا ذاتي والله العظيم مندهش. شرقية الله اللي يديكم الصحة والعافية، الله يديكم الصحة ويديكم العافية. شرقية الله يديكم الصحة ويديكم العافية. ولا كلمة ولا كلمة ولا نفس ولا نفس قسما بالله العلي العظيم. ناس الأرض هناك متكيفين، شغل يعجب 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 يعجب. الليلة من الصباح من 4 صباحا، من 12 ما 4، من 12 ل 4 صباحا الحاج عبد الله دي ردي مدافع، ما خلوا فيها جنجويط تلقط، بالاستراتيجية داجوا بالملي بالملي شغالين في ونيم داد اي حاجة هناك، لأنه ما في طريقة يقطعوا الكوبري دنيا زاهلي. البيجي لازم يقعد الحاج عبد الله يفكر يمشي يقطع بمركب ولا عوم ولا يشوف لها نتيجة. المدافع دي اشتغلت فينا الاستراتيجية ولا بتجلي بتاع السنار دي بالملي، جغم تقيل جدا جدا جدا، تقيل جدا جدا جدا. ردموه ردي مبالغة في معلومات من صحفيين انه طريق سنجة طريق سنار ربك فاتح، طريق سنار ربك فاتح، لكن لسه ما جانا المصدر الحقيقي عشان انا ما كتبته، لكن من صحفي والصحفي ده في سنار وطلعه في صفحته، لكن انا ما متاكد، انا ما جتني معلومه من هناك، لكن في الخبر ده بتاع الطريق بتاع سنار ربك فاتح. الناس دي شغالين شغل هناك، تماسح النيل شغالين، تماسح النيل شغالين، وبهنا ناس الشرقية شغالين، وناس سنار بهنا شغالين، شغل ماشي، الشغل ماشي والوضع ماشي. وانا اديك حاجة عشان الناس يا جماعة ما تنساك، التسجيل الطلع بتاع انا كلمتكم قبل اليوم، اي تسجيل صوتي يطلع ما معروف قبل ما تسمعوا شوف منو دحق منو، عرفتوا بتعرفوا اسمع، ما بتعرفوا ما تسمع، لانه دي سواقة. يعني التسجيل ده طالع في شنو؟ قال لك برهان ده جاي هنا وفي نفس الوقت جاي معه ده وجاي يعمل وجاي عشان يدخل ويدخل شنو؟ هو سايق لك قلب؟ ما ممكن تعليمات من هناك يقولون اعملوا نايمين، يجمع عليه هنا ويقعد هنا وفي نفس الزمن. انا بقول لك ما هو، لكن في طابور اللي هو ما عارفه، في طابور بخطة شغل ده مع زيارة البرهان بيكون هو العارف، وقلت لك قبل اليوم القصة ما حظه كعب ولا سيء ولا لا لا، في ناس بتستغل تحركاته فوق، في ناس بتستغل تحركاته فوق، بتعرف هو ماشي وين، وقبل ما تمشي بترتب عليها حاجة، بترتب عليها شيء على أساس أنه الشعب السوداني يربط بيناتها، عشان شيء على أساس أنه خلونا تايهين، على اساس انه خلونا نحن نقول. في ناس فوق بتعمل الكلام ده ودي حقيقه، وهو مفروض يراجع الحاجه دي، راجعه يشوف ليه السبب شنو، محل ما يمشي بعد فتره يحصل حاجه، ما ساي ما صدفه،
لا لا شغل مرتب، شغل متكتك من فوق عشان عشان انت تجي وتقول اي جماعه وجسلمة كانه هو جاي يبيع لي بقره ويرجع. لو هو داري يبيع من مكتبه تعليمات بيبيع، لو داري يبيع ممكن يمشي فاوض، لو داري يبيع بيمشي يمشي فاوض وبسند دولي وبسند عالمي والقحاط يطبلوا له. بكره تلقى الميديا دي مليانه قحاط وتفتح خشمك يقول لك كوس. ما هي شغله واضحه، القصه ما بيع، القصه بقت كرامه، القصه بقت عزه، القصه بقت يا جيش يا في يا ما في. القصه دي ما فيها رجعه ولا فيها لف ودوران، فيها ضغوطات من هناك، فيها ضغوطات، لكن احنا وقفتنا وضغطنا وكلامنا للبرهان ده اللي بيخليه يواجه الضغوطات اللي بهناك. تطمين البرهان بيخليه يواجه الضغوطات اللي بهناك، لكن لما نجي برضه سالين السكين وديلك سالين السكين، ده المنظر بتاع 2019. القحاطي كان في يده الشعب وفي يده المليونية ومهدد بها، لا لا ده ما داير انه يمشي يمنعوه في يمشي، هذيلك ناس نتيحت قاعدين، هذيلك لا 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 ما دايرين ده، ما دايرين ده ليه بيمنوه؟ هل غيروه بالاحزاب براها قاعده بتغير؟ بيوسر؟ لا بيمنوه بالشعب السوداني. كان ورقه بتاع الضغط بتاعت القحاطه. ضغط بها العسكر ده لما اخذ منه الحاجه الدايره. شال عبد المعروف بالشعب، شال زين العابدين بالشعب، شال ابن عوف بالشعب، ودي الحقيقة. الآن ما عنده الورقة دي، الورقة دي شايلة البرهان. الناس دي لو ما فصلوك منه وشالوا منه الورقة دي ما بيقدروا يضغطوا البرهان ده، لو نططوا لو طلعوا السماء ما بيقدروا يضغطوا. ما لم ما لم ما لم كل الشعب يكون ضده. الضغط في سنجا وفي المغرة وكتل الناس ده عشان الناس تحس انه البرهان باع والجيش، وده كله مرتب. انت دورك هنا وعي، مهما كانت الثمن اللي بندفعه مهما الحاجة، في النهاية نحن جيش واحد شعب واحد، وفي اللحظة دي بالذات خلف قيادتنا. ده انا بقول لك في اللحظة دي بالذات خلف قيادتنا، لأنه أنا القحاطي عارفين إنه مدرسة بالنسبة لنا محضرين فيه أي حاجة، عارفين إنه عارفين أسلوبه عارفين طريقته عارفين أي حاجة. شفت لما تكتب وتيجي تقرأ كده بتعرف ده القح. أنا بشوت في اليوم آلاف بيجيبوه وخدتوه لي في الصفحة، أنا بشوته يشيلوا البوست ده خدته في جروباتهم وتعاليق، أنا بعرفهم قحاطة. الما قحاط اللي بينتقد البرهان بعرفه، والقحاط اللي بينتقد البرهان بعرفه. واضح بالنسبة لي واضح. عشان كده الليلة الناس تكون عارفة أننا نحن متقدمين وماشيين وبإذن الله منتصرين. تسقط مدينة تسقط ولاية يشردوا هنا، في النهاية بيجوا راجعين وبيعيشوا أمن وسلام أبدي ودائم، وبيعيشوا في وطن العزة والكرامة، وحقنا بيجي وحق الحراير بيجي وحق المغتصبات بيجي وكل حق الشعب السوداني بيرجع. اي انفزارة مننا واي انكسارة لينا واي بعد مننا عن مؤسستنا وعن قيادتنا نحن بنتدمر وحنتدمر طول حياتنا، وبلدنا دي حتتفرتق. ما في الضامن الوحيد للبلد الجيش، الجيش الجيش. امشي كده الانتصارات وديتك والهناي والكل والميرم والدندر والكركوج والمناطق دي كلها امورها طيبه وتمام وفل 14. بهناك الحاج عبد الله الطيران شغال والضرب شغال والطيران شغال جنوب الجزيره، رديم جد رديم جد جنوب الجزيره طيران فل. في تقدمات والله عندنا الخبر، لكن ما بينفع يتنشر، لكن في شغل في تمام التمام ممتاز جدا. حتى تواصلوا معنا امس ناس من هنا في التيك توك من الجزيره، والله مبسوطين والله، قالوا عايشين في امن وامان وعايشين في شوق، حاجه عجيبه خلاص. ودي القصه قربت، الناس تصبر، ودي الامتار الاخيره قدر ما تمشي حتشتد معك لما تصل مرحله 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 بعيده، لان ربنا يفرج عليك. وكل ما اشتد البلاء معناته جاي الفرج، ان بعد العسر يسر.
نمشي لحاجة مهمة جدا. الناس المجتمعين في مصر، أنا جيتكم، الناس المجتمعين في مصر جابوا لك قال لك في الولايات كل ناس يكونوا من الولايات من أطياف مختلفة في كل ولاية عشان يمثلوا المؤتمر ده، وهم قاعدين في مصر، قاعدين في مصر، والشعب بهنا داخل حرب مصيرية، يا بلد يا ما في بلد، ضد مستعمر، وهم ماشيين يقعدوا عشان يشوفوا الكيكة، عشان الجلوند كيكة، عشان يتجربين سياسيا، عشان يشرعوا لنا المستعمر، عشان يشرعوا لنا وجود الميليشيات. ماشيين يتلموا واختاروا نفسه الناس. انا بتكلم عن الناس اللي اختاروا قالوا احنا بنمثل الجزيرة. قسم بالله العلي العظيم، اي زول نلمحه بيتكلم باسم الجزيرة انت دنيا زايلي، احنا ما فوضناك. بكرة قاعدين يوم ستة احنا بس انا بسيوني كامل وناس عندنا غرفة كاملة شكلناها عشان نشوف الناس اللي بيتكلموا باسم الجزيرة والناس اللي قاعدين باسم الجزيرة. وقسم بالله العلي العظيم، وقسم بالله العلي العظيم، احنا ناس الجزيرة. اي زول بكرة قاعد يوم ستة قاعد في القاهرة بيتكلم باسم الجزيرة، واقسم بالله دنيا زايد، واتحدى لانك انت ما ارجل مننا ولا انت افهم مننا ولا انت عندك حاجة في السودان. انت زول واطي نجس قاعد برا زيك وزي اختك. الناس بتموت هنا في الميدان، الناس بتموت في الميدان. الرجال الان بيدافعوا عن اعراضهم عن شرفهم. انتوا قاعدين بهناك من بار لبار اشتروا فيكم وعاملين نفسكم بتمثل شنو؟ قسما بالله يا كلاب الاحزاب، يا كلاب الاحزاب، يا اولاد الحرام، اتحداكم بكره واحد فيكم يطلع يتكلم باسم الجزيره. الجزيره ما عندها ممثل في مؤتمر بتاع وسخ، مؤتمر بتاع رمم خنايب مطاليق، ما عندنا فيه ولا بنمشي فيه ولا في زول بيمثل الجزيرة. كلام ده منتهي. جزيرة كلها خلف القيادة بتاعتها تحت الجيش وخلف الجيش. جيش واحد، شعب واحد. وبلبس ليهم الدين. لكن الجزيرة عمره ما يكونوا ممثلين سكالة وما عندهم شرف وما عندهم أخلاق. أي واحد فيكم وسخ يوم ستة الصور بتطلع. وبنعرف اللساني. لكن بنركبكم يوما ما، وحنبين لكم في الميديا بالاسم، وحنركبكم في الميديا بالاسم، وحنتفهكم في الميديا بالاسم، وحنمسح بيكم الواطه في الميديا. اسمعوا الكلام ده كويس عشان احنا ما بنتغشى، لا فوضنا قحاطي، لا فوضنا ابن حرام، لا فوضنا غيره. ما تتكلموا باسمنا، ما تتكلموا باسمنا، ولا في زول فوضكم ولا اخترنا لنا لجنة. اي لجنة وسخ بتمثل عفنة ووساختة ونتانتة. احنا ما اخترنا لنا لجنة ولا في زول فوض لغزير سكران. احنا ما بنفوض السكارة ولا بنفوض الناس اللي ما عندها شرف ولا بنفوض الناس اللي ما عندها ضمير، ولا اخترنا لنا زول يتكلم باسمنا ويقعد في مؤتمر لا يمثلنا. احنا بيمثلنا الجيش ومع الجيش. كلام ده منتهي عشان احنا هدو حذرناكم، لكن اتحداكم يا اولاد الحرام، اتحداكم يا اولاد الحرام يطلع واحد فيكم عشان قسما بالله العظيم وباللسم باللسم امسح بيكم الوطن نتن نتن غزر غزر قواد قواد. اتحداكم يا اولاد الحرام يطلع زول يقول انا من الجزيرة عشان امسحكم بالوطن دي، لانكم ترمم خنايد ماجورين، ما عندكم شرف ولا عندكم اخلاق ولا عندكم ضمير. الجزيره ما بتتشرف بكم. شعب الجزيره يتحمل يموت قال بلبس وطلع قال عمنا في ود النوره 217 شهيد وعنده فيهم ثلاثه وقال لهم والله لو كملوا كلهم بلبس ولو ما في زود مع الجيش. كلام ده منتهي، كلام ده منتهي. انتوا دارين تتاجروا عطاله، ما عندكم شرف، مفلسين، ناس مرجال، ما تامين رجال، اشبه رجال، دارين تطلعوا تتاجروا بالدماء. ما في زول ثاني بتاجر بدم، ما في بني ادم ثاني بتاجر بدم السودانيين.
الدم ده مال البيع، وتاني زول بيتسلق انا بمثل، انا بمثل كذاب كذاب. اللي بيمثلنا ده في الميدان، اللي بيمثلنا الاولاد اللي شايلين السلاح ده اللي بيدافعوا، اللي بيمثلونا اللي بيقاتلوا عننا، اللي بيمثلونا اللي بيدافعوا عننا، ديلك هذيلك في الميدان بيمثلونا. لكن السكرجية في البارات اللي بيجرولونا الشقق ديل ما بيمثلونا. اللي بيجرولونا الشقق ديل ما بيمثلوا الشعب السوداني. ولا حمدوك زول عشان نقعد معاه، ولا القحاط زول عشان نقعد معاه. ولا رمم الاحزاب دي الناس عشان نقعد معاهم. منو الشعب السوداني الفوض له واحد فيهم؟ ما في. هم بيقدروا يعملوا لهم مؤتمر جوا السودان؟ بيقدروا يدخلوا السودان؟ بيقدروا يجوا جوا السودان يتكلموا؟ ما بيقدروا. هو زول ما قادر يجي يواجه شعبه ويمثل شعبه؟ زول ما قادر يجي يواجه شعبه ويمثل شعبه؟ ده وين ده؟ ده وين؟ انتوا قالوا لنا احنا قلنا لكم السودان قبل 15 ابريل 2023 اختلف. زمن المجامله واللعب والضحك على الدقون، يلا كنا كولينا ناس نمثل هنا، يلا كون بدونا وتشكي بنطلونك. والله يا ابن الكلب يا ابن الحرام يا ابن القواده بتسمع بكره الكلام ده وباسمك. افتح ميتينك قول انا بمثل الجزيره عشان تسمع كلام من الله خلقك ما شفته. عشان نطلع لك دفاتر عمره ما شفتها. ما في وضع بيرجع زي اول. لا تمثلونا لا نمثلكم، احنا مع البلده. احنا مع البلده اليوم الدين. بل يوم القيامه. لو كملت الدنيا وما فيها وانتهى السودان احنا بل. لا في تاني لف دوران ولعب على الدقون، سكارى جايبينكم صارفين عليكم وكله سكران اجير جايبينه مشترينه جاي يعمل لك. احنا بنمثل واحنا الفاهمين، انتوا فاهمين؟ والله ما فيكم زول نافع. اقسم بالله ما فيكم زول فاهم حاجه. والله كلكم اشبه رجال، كلكم رمم خنايت مخانيس. والله ما عندكم شرف ولا عندكم ضمير ولا عندكم اي حاجه. عشان كده انتوا رجال تعالوا جوا السودان اعملوا لكم مؤتمر. كلام ده انتهى. عشان الناس ديل يا جماعه ما في حاجه زول يقعد يسكت. ديل بيمثلوا وده بيمثلوا ناس مصر. الناس ديل جايينكم اضعف الايمان. اعملوا اضعف الايمان. طبق البيض بكم؟ غالي طبق البيض؟ غالي؟ ما غالي. ما غالي. جيب لك طبقين ثلاثه طب وداخلين جوا القاعه موقف تاريخي عملوا لك شنو؟ حيشنقوك في مصر؟ حيرفعوك؟ لا والله ما يحصل لك حاجه. لكن موقف بيكون تاريخي مسجل، الفيديوهات دي بتنتشر لكل الناس. اي زول بيعمل لقطه والله الدنيا كلها تشوفها. دارين نشوف لقطات، دارين نشوف فيديوهات، دارين نشوف البيض ده الناس دي جاريه. الدنيا كلها تتلم محلات المؤتمر. الناس دي ما يطلعوني الا بالشرطه المركزيه. ما تخلوا لكم زول عاطل زول ما عنده شرف يتكلم باسمكم. انتوا اهلكم بيموتوا هناك، ما تخلوا لكم قوالي اجتمع جوا. تتلموا كلكم بكره في القاهره. شوفوا المؤتمر وين، تفتشوا. تفتشوا المؤتمر وين، شفت البيض ده لازم حمدوك ياخذ بيضتين ثلاثه بيضات في راسه الكبير ده، وجيبوا بيض النعام لانه ده غير بيض النعام ما بيمشي. شفت بيض النعام الكبير بس تطقوا في راسه. اصله ما تفوتوا اليوم ده. شفت يوم 6 الشعب السوداني الناس الداعمين الجيش جاتكم فرصه. كونك بكره تقيف ويوم 6 تقيف وتوري العالم انه الناس زي ما بمثلوك، انت كده داعم الجيش وكانك شايل لك سايق لك دبابه في الميدان. اسمع الكلام ده كويس. شفت يوم 6 وقفت للناس ديل وصلت صوتك ودافعت سمحت العالم انه الناس ديل ما بمثلوك، انت كده زي سايق لك دبابه. زي سايق لك دبابه. لا رحمه لا رأفه. ده شغلكم يا ناس مصر. انتوا داعمين الجيش وعارفين انكم منتظرين ومتواصلين معانا ودارين لنا. جاتكم والله جاتكم في حتتكم. مهما كان الثمن اللي حتدفعه والله اسمك حيتسجل في التاريخ. جهادك حيتسجل في التاريخ. وطنيتك حتتسجل في التاريخ. كلام واضح. احنا شعب عنيد. طالما هم دارين يوصلونا ويعملوا ويعملوا الحاجات غصبا عننا، احنا نلاقوهم بالغزاره والوسخ. ناس مصر كلكم يوم 6 تعرفوا المؤتمر وين؟ ودونا وين؟ واحنا ننشره. شفتوا تقيفوا ليون من بعيد
شفت تلفون وتصور القنوات كلها العالمية بتجيب. ما تخلوا الموقف ده يمر ساي كده مرور عادي، لازم يسجل للتاريخ. ناس فرنسا ما قصروا، شغل فرنسا ذاك فشل مؤتمر عالمي، شغل فرنسا اللي قاموا به الشباب في فرنسا فشل مؤتمر عالمي في فرنسا، شباب بالعدد بالعدد عملوا شغل عالمي. انتوا ما شاء الله تبارك الله 7 مليون 8 مليون، فيكم 7 مليون الا 5 صعاليك ديل بيمثلوا الجيش، يعني ما حتقدروا توقفوا المهازل دي، بتقدروا توقفوها مهما كان. دي بلدكم، دي بلدكم الرهيفة التلقد، الرهيفة التلقد بودوك وين؟ بودوك وطنك، رافع راسك ولا بتقعد اجير وكثير لقحاطي وجنجويد عفين. اصله ما تخلي المؤتمر ده يمر ساي، دايرين مؤتمر العالم كله يتفرج فيه. اي صعلوك سفيه داخل هناك لازم توره، الناس دي كلها تقيف والناس دي كلها تتكلم، ده حقكم. احنا وصلنا رسالتنا، ناس تعرفوا بوين والناس تمشي. دايرين نشوف فيديوهات وداعمين الجيش وشايفينكم وقاعدين ناس مصر ومتواصلين وكلكم، هذو جاتكم تارة اللي عندكم. شفتوا اخوانكم في فرنسا، شفتوا اخوانكم في بريطانيا الربيع عملوا شنو، اهاجوكم في مصر، اتوحدوا وما في زول بيقدر يعمل لكم حاجة. كل الناس تتلمى من كل، شفتوا ما تخلوا لكم قحاطي. اصله شفت اليوم ده ما يمر كده سلام كده، يمر كده بدون حاجة تكون مسيطر على الاعلام كله العالمي، ما دايرين. لازم الدنيا كلها تعرف انه الناس ذيل منبوذين والناس ذيل مكروهين وما في سوداني طايقه، وانه ذيل الناس اللي قتلوا اولادنا، وانه ذيل الناس اللي اشعلت الحرب، ذيل الناس اللي اشعلوا الحرب، وذيل الناس اللي هددونا بالحرب، وذيل الناس اللي خيرونا يا هم يا الحرب. الناس لازم تعرف عشان ما يسوقوا الناس يقول احنا ناس سلام، ذيل ما ناس سلام، دليا هم اللي هددونا وقالوا لنا يا اللي طاري حقنا ده يا ابن ودي كل حريم، وجابوا لنا الحريم ابينا اللي طاري والبرهان رفض جابوا له الحريم. الكلام ده واضح، العالم لازم يعرف انك شعب سوداني ديل ما بمثله. القنوات قاعده بكره، كل القنوات قاعده، والناس اللي بيصوروا قاعدين، والدنيا كلها لازم تشوف يوم 6، الدنيا كلها لازم تشوف، الدنيا كلها لازم تشوف، لازم تشوف، لازم رسالتك تصل للشعب السوداني. لازم الزول كبت لد خالد سلك ذاك كف يا اخي، ذاك ترند في العالم، حصل شنو؟ هذاك رجع ولا عنده اي حاجه، اموره طيبه. شنو؟ المشاجره في مصر شنو؟ هلم مصر لو جات تسلم على زول بتعمل معاه مشاجره حيعملوا لك ولا اي حاجه. ده من حقنا ديل يا حكومة مصرية، الناس اللي جايين يجتمعوا تحتكم ديل، ديل أكثر ناس قتلوا في السودان وأكثر ناس نهبوا وسرقوا ودمروا. كونوا تجيبوا اللي يعملون اجتماع وباسمي أنا، أنا بشوفها دي مهزلة وإهانة بالنسبة لنا كسوداني. ديل اللي بيقتلوا في أهلنا هناك في السودان، وديل اللي بيهجروا في أهلنا، أخلوني يجوا هنا يجتمعوا؟ والله مفروض على جثثكم يا شعب يا سوداني ما يجتمعوا. مفروض على جثثكم ما يجتمعوا. ودي الحقيقة، لأنه ديل اللي قتلوا أهلكم وديل اللي هجروكم وديل اللي خلوكم في العواصم لافين. ديل الناس اللي دمروا البلد وديل الناس اللي ودونا الحتة دي. ديل الناس اللي كنا عايشين في الجنة ودونا النار، وديل الناس اللي دمروا حياتنا. يا هون ديل اللي جايين يجتمعوا عندكم. عشان كده ما تدون ولا رحمة، لازم تطلعوا كلكم. يوم 6 فرض عين على كل سوداني في مصر. يوم 6 فرض عين على كل سوداني في مصر. اتبلوا يتبلوا. يوم 6 فرض عين على كل سوداني في مصر. يا ريت نشوف الفيديوهات. يا ريت نشوف الصور. يا ريت نشوف الحاجات اللي بتفرح. يا ريت نشوف القنوات بتتكلم على السودانيين يتلموا في عطالة في مصر انه قالوا ديل دمروا البلد. دي بلدنا حقتنا. ما في عاطل بيمثلنا ولا سفيه ولا سكرجي ولا قواد ولا بنت حرام ولا عاهره تاني بيمثلنا في السودان ده. اللي بيمثلونا في الارض اسلاميين حقيننا، شياطين حقيننا، جان حقنا،
لكن البرة ده ما حقنا ولا بنعرفه ولا بيشبهنا ولا بنشبهه. ده الأولاد الحرام، الناس اللي ما عندها شرف ولا عندها ضمير ولا عندها وطنية ولا عندها أخلاق ولا عندها دين ولا عندها إيمان. برا صعلق برا قحاطة برا كلام فاضي. أي زول بيقعد مع القحاطي في جروب ده قحاطي، أي زول ببار القحاطي ده قحاطي، أي زول بتفاكر مع القحاطي ده قحاطي. دي الحقيقة. الناس دي لازم يتعزلوا اجتماعيا ويتعزلوا من الحياة، لأنه الآن القحاطي خلية نايمة. الليلة في بورسودان، الليلة في بورسودان نظافة نظافة، خمس عربات ولا كم، عشر عربات، عشر عربات دي مليانة بس خلايا نايمة، قحاطة قحاطة خلايا نايمة. قحاطي ده ما بنادى، قحاطي جنجويدي لكن ما راجل، ما تامي راجل. القحاطي ما تامي راجل يا هو، بتاع شمارات، تعال بي هنا وتعال بي هنا وخش بي هنا، والشارع فاتح والبيت فاتح، وتعال هنا وهنا في كود وهنا في استامي وهنا في وهنا في قروش وهنا في بالسمحة. ده القحاطي من الحرام. الليلة في بورسودان قبضوا لهم كمية كبيرة، والشغل بدأ من نمس، التعليمات من نمس، لأنه ما القحاطي ما بن آدم. الملاحات اللي يمدي في الحر خليه مش غير جلده، أجعه في الملاحات إيه تخليه غير جلده شوية، لأنه القحاطي ما بن آدم. مفروض كل الولايات تعمل كده، أي قحاطي في لجان مغاومة الملاحات. طوال سجن الملاحات بورسودان، طوال يترمي جوا هناك. ده وسخ، ده وسخ ابن الحرام اللي ما عنده الدين ولا عنده ايمان. قسما بالله غضبنا على القحاطي اكثر من غضبنا على الجنجويد، لانه الجنجويد ده لو جبته خديته في محل اعمى اعمى، والزول الاعمى بيقع. لو فكيت الجنجويد ده براه في الجزيره في التراب ما بيمشي بشوين، بدون قحاطي عكاز والله ما يمشي. القحاطي ياهو العكاز، ياهو البطاريه، ياهو الدليل، ياهو البوصله حقت الجنجويد. الجنجويد وراه عبارة عن صنم واقف قبله، يمش يمين بخاف، يمش شمال بخاف، يقف قبله بخاف. جاءوا دليل بيرشدوا زي الناس اللي شفتوا هنا دخلوا سنجة وقفوا لهم خمسة ستة سبعة برا، جابون أول ما جاء داخلين بيوصفوا لهم تخش به هنا تخش به هنا، بوصفوا بالشوارع زي ديل تخليهم كيف يقعدوا معك، وانت عارفهم ديل خلايا. يوم يجي الجنجويد بيوصفوا لبيتك، يوم يجي الجنجويد بوصف له كيف تخلوهم معك، كيف كيف. عشان كده الولاة، الجهات الأمنية، هيئات العمليات، الناس الأمني الآن تشتغلوا في الوسخ ده. لا تصور لنا أنك قبضته ولا تصور طاقة ومع السلامة، دايرين بشنو عندنا هن الأشرف منه ماتوا، عندنا ضباط أشرف من أهله ماتوا، أدي طلقة وأدي لها الله في شنو، ما تحسبوا وأحسب ولا أي حاجة ولا تصوروا لنا. قبضت عميل، قبضت لكم الناس عملاء، ودونا هنا ومع السلامة، دنيا زايلة، القصة شنو؟ ولا أي حاجة. ولا لأنه ده ممكن يودي لي قرية كاملة، ده ممكن يودي لي مدينة كاملة يهجرها، ده ممكن يهجر مدينة. ده ولا رحمة طفلة في سنجة عمره سنتين عشان أبوها ضابط وصفوا لون البيت مشوا ده طلقة قدام أهلها. عشان أبوها ضابط وصفوا لون قحاطي. احنا حنقعد بطيبة ما في ما في طوالي طلقة. انت دار تأمن بلدك طوالي تطلع السلاح واخر اللسان واخر السلاح. اي عميل قدام الناس طق تاني ما في عميل، لكن انت تخلي ليه العميل ده وتدخله وبكرة يطلع التاني بيبقى عميل والثالث بيبقى عميل والرابع عميل ليه؟ لانه ما في عقاب. في ناس بتطلع تلفونات. وانا اديكم حاجة اخيرة، وقسما بالله العظيم وكتاب الله، في ضابط في القياده جوا عنده ودخته قبضوه مع الجنجويد وكان بيساعدهم ويساوي معهم اي حاجه، وقبضوا في شندي في حته شندي ولا عبره ما متاكد. وقسما بالله الحاجه دي حقيقه وكتاب الله حقيقه. قبضوه اتصلوا عليه وقال له الزول ده قال خالك انت خاله، قال لهم لقيته شنو؟ قال لي كده كده، رسلوا له الحاجات الادله. قال له استلموا تلفونه وودوا طلقه. قال لهم استلموا تلفونه وودوا اخته. قال لهم استلموا تلفونه وودوا طلقه. وقسما بالله العلي العظيم، لانه التلفون حقه لقى فيه انه خاله وكده، ووصف لهم خاله وهل خاله ذاتهم وصفوا له، حكوا له القصه كلها.
وماشي طالع شايل حاجاته وشايل الذهب وشايل كل حاجة وطالع وقبضوه من منطقة شرق الجزيرة. قال له كده؟ قال لي ادو طلقة. قال لي المحكم، قال لي اقول لك ادي طلقة، تعليمات ادي طلقة. انتهوا منه ودوا له الله. ولا ده ضابط في الجيش، الزول ده لو الضابط ده ما عارف ودو اخته ده خطر بيدي طلقة، ده ودو اخته، ودو اخته وذلك ما عارف انه لو كانوا قال لهم ما عندي كده، ولكن لقوا التلفون وقال لهم انا عندي خالي وضابط وقاعد في القياده وقاعد كده خلاص، وذاك زول وطني وزول راجل وزول فارس. قال لهم ادوا طلقه، احنا نخلي لنا قحاطي لما يجينا العدو كلنا في بيوتنا، القحاطي في سنار ده لهجر سنار، يدق الباب اطلعوا الجنجويد جايين، اطلعوا الجنجويد جايين. نخلي ليه؟ انا بستغرب في المقاومه بتاع السنات، انت زي ده طوال طلقه في راسه في شنو؟ انت بتخليه ليه؟ انت عارفه بزعزع عمك حارس بشنو؟ اي اسره عندها ولد جنجويد تتبلى، ده اللي بنعرفه لان الاسره بتاكل منه بتوصل له المعلومات. ما تقول لي ما عندها ذنب، عندها ذنب، عندها ذنب، لانه بتنقل له المعلومات، بيتصل عليهم بنقول له المعلومات، هاي الحله كده والهناي كده، هو بشيله بيداري ناس هناك، ولما نجوا بيجوا للاسره دي وبيتصلوا باهلهم، اطلعوا احنا جايين ولا اعملوا احنا جايين. ما تخلي لك عميل، العميل اخطر من الجنجويد، لانه هو الدليل، هو اللي بيوصف له بيتك، هو اللي بيودي بيتك، هو اللي بيودي المكان. عشان كده الناس تقيف، تقيف باذن الله تعالى منتصرين، شاء من شاء أبا من أبا منتصرين، وبكيفنا وماشيين في الانتصارات. زعلنا يوم وربنا كرمنا ونزل لنا طمانينة جوانا، وخطاب ياسر العطا وخطاب البرهان أمس راحة تامة، والشغل بتاع الدوحة والشغل بتاع أم بدال حكاية ما تخلص. والليلة جات بالميرم، ومن الميرم بهناك الدندر، والغايد العام في الدندر، والقصة حلوة وماشية لقدام، وبإذن الله تعالى منتصرين، شاء من شاء وأبى من أبى، بكيفنا ما بكيف أي رمة. الله يديكم العافية، سلام.